الورد عليك وعلى كل المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى مفهوم جديد ننفذ إليه سريعا من أجل أن نستغل دقائقنا في التأمل فيه. أريد أن نتأمل في موضوع أنك تختلف عني وأنا أختلف عنك وأنت تختلف عن كل أحد وكل أحد يختلف عن كل أحد، ولكن هل الحكمة هي أن نركز وأن نتأمل وأن ندقق النظر في الاختلاف، أم كيف نتعامل مع هذه الحقيقة؟ بعض الناس لا ينظر إلى من حوله إلا من أجل أن يعرف كيف يختلفون عنه، وبعض الناس تجده يجد بأنه لا يمكنه أن يستمر وأن ينجح إلا إذا أثبت بأن الآخرين على خطأ. هو لا ينشغل بإثبات حق نفسه وبإثبات صحة ما يذهب إليه بقدر ما ينشغل بإثبات خطأ الآخرين، وكأنه إذا أثبت بأن الآخرين على خطأ وكأنه يضمن لنفسه البقاء ويضمن لنفسه العلو وأن الآخرين سوف يقتنعون بما يقوله. هناك تجربة جميلة قام بها أحد المدربين مع مجموعة من المتدربين الذين معه. أعطى لكل واحد من المتدربين بالونا منفوخا وقال لهم: الآن بعد أن تدق الساعة معكم 10 ثواني من أجل أن نرى الذي يحتفظ ببالونه سيكون ناجحا، الذي يحتفظ ببالونه فإنه سيكون ناجحا. 1 2 3، فما الذي حدث؟ الذي حدث بأن كل المتدربين، كل واحد أخذ ينقض على بالونات الناس الآخرين الذين معه من أجل أن يفجرها ومن أجل أن يفسدها حتى ويحاول أن يحافظ على بالونه دون أن يمسه أحد. وبعد 10 ثوان جاء المدرب ووجد بأن كل البالونات قد انفجرت، فقال لهم: ما الذي حدث؟ فالكل رأى ما الذي حدث. قال لهم: أنا قلت لكم بعد 10 ثوان سوف أنظر، الذي احتفظ ببالونه فهو فائز، ولم أقل لكم أن تفجروا وأن تفسدوا بالونات الناس الآخرين. يعني لو كل واحد فيكم بقي واقفا محتفظا ببالونه دون أن يحاول أن يعبث أو أن يمس أو أن يفسد بالونات الآخرين فسوف تفوزوا أنتم 10، ولكن أنتم عمدتم إلى سلوك مختلف ناتج عن انبعاثات نفسية تضمر الشعور السلبي للآخرين وتعتقد بأن لا بقاء لنفسك إلا إذا أفسدت الآخرين، من أجل ذلك فسدتم جميعا أو رسبتم جميعا. هذا المعنى العميق جدا والدقيق جدا والذي ربما نمارسه يوميا وأكثر من يوميا، ربما نمارسه في تصرفاتنا حتى مع أعز الناس علينا. نحاول أن نثبت بأننا على حق عن طريق إثبات بأن الآخر المخالف لنا شخص مخطئ. هل قال لنا القرآن الكريم شيئا عن مثل هذا؟ لا أريد إلا أن أخذ آية قرآنية وأتأملها مع حضراتكم، آية قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى يخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم قدوتنا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الله سبحانه وتعالى يعلم أو يأمر نبيه الكريم أن قل يا محمد يا أهل الكتاب. من هم أهل الكتاب؟ هم أناس على دين آخر سابق، دين النصرانية أو اليهودية. ما بالهم؟ هم أناس جاءتهم دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقبلوها، لم يريدوا أن يتحولوا عن دينهم، أرادوا البقاء على دينهم، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أنا محمد، أنا رسول الله إليكم، فآمنوا معي. فقالوا له: لا نريد أن نؤمن معك. إذن هم أناس مختلفون تماما على دين آخر، كيف نفعل معهم؟ هؤلاء مختلفون؟
نشن كل أوجه الحرب عليهم النفسية والمعنوية والمادية؟ لا، قل يا محمد، قل يا أهل الكتاب، يا من رفضتم دعوتي، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا، قل تعالوا. والتعالوا هذه تقال بأشكال مختلفة، تقال باللسان وتقال بطريقة الحوار وتقال حتى في لغة الجسد وفي تعابير الوجه. تعالوا، بعض الناس بتمر عنه بتقول له صباح الخير، بحكي لك صباح النور، كيف حالك؟ أحسن منك. إيش الموضوع؟ الموضوع شوف حالك كيف بتحكي صباح الخير. أنا ما بعرف، أنا قلت صباح الخير. هذا الشخص هل تحب أن تستمر معه في الكلام؟ إطلاقاً. هذا الشخص بيقول لك روح، لسان حاله ولغة جسده ولغة لسانه بتقول لك روح، لا تيجي، لا تستمر معي في الكلام، اختصر، تخلص مني بأسرع وقت. وهناك أناس آخرين الواحد منهم لا تمل من الحديث معه وتأخذ بالتطويل في الحديث معه من أجل أن لا تخسر مجالسته. ليه؟ لأنه لسان حاله ولسان مقاله بيقول لك تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يقول لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، ليس تعالوا حتى أقنعكم في ديني، تعالوا حتى يعني بشكل أو بآخر أضغط عليكم حتى تآمنوا بديني، لا لا لا، خلص انتهى الموضوع، أنا قلت لكم عن ديني وأنتم رفضتموه، انتهى. الآن تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كلمة ومنطقة وموضوع، إحنا في صح وإنتوا في صح، شو رأيكم؟ يلا نبحث، هل أليس هناك شيء مشترك بيننا وبينكم؟ الاختلافات عارفينها، والدليلكم أنتوا أهل كتاب وإحنا مسلمين وخلصنا من هذا الموضوع، لا تريدون أن تؤمنوا، انتهينا. تعالوا الآن إلى نبحث عن كلمة سواء، كلمة صحيحة بيننا وبينكم، نشترك في تصحيحها ونشترك في تبنيها، نحن وأنتم. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذه النفسية، نفسية أنك تريد أن تكون أنت على حق والآخر على حق، وتريد أن تعظم مساحة الاشتراك ومساحة التعاون بينك وبينه. هذه تشيع الحب والتآلف في كل مساحات ومساقات الحياة. كثيرون من الناس بيقول لك يا أخي اختلفت أنا وياك، ولا يفسد ولا يعني لا يفسد الاختلاف ولا يفسد للود قضية. الاختلاف لا يفسد للود قضية. نعم، أنا أعلم بأن الاختلاف لا يفسد للود قضية، ولكن كل منا عندما يجلس ساعة مع شخص من الأشخاص ولا يستطيع إلا ولا يستطيع أن يجد أي نقطة التقاء بينه وبينه، وكل اختلاف في اختلاف، بعد الساعة بيخرج منقبض. أما لما تجلس مع شخص ساعة كاملة وكل اتفاقات صح والله وأنا مثلك كمان، ولا لا تشعر بكذا فعلا نعم، تنقلب إلى صداقة ومحبة كبيرة، تخرج منتشيا من هذه الجلسة المملوءة بالاتفاق مع الآخر. نعم، الاختلاف لا يفسد للود قضية، ولكن الاختلاف يعكر المزاج. لماذا نعكر أمزجتنا؟ ولماذا نعكر علاقاتنا؟ لماذا لا نعمد إلى تصرف عقلاني يعمل على أن يشيع الحب والتفاهم والتوائم؟ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، مشتركات عامة كبرى. ومع ذلك فإن تولوا فقولوا أنتم غلطانين، فقولوا أنتم مجرمين إطلاقا. طب هم تولوا، يعني أنت وافقت أنهم يخالفوك في الدين، وافقت أنهم يخالفوك في أدنى نقطة اتفاق ممكن تجدها بينك وبينهم، قالوا لك ولا في بيننا وبينك أي نقطة اتفاق. طب في الإنسانية، أنت أخي في الإنسانية، تعال نتفق على حقوق الإنسان، أليس هذا يخدمنا جميعا؟ أحكي لك ولا حتى حقوق الإنسان، أنا لست معترفا بإنسانيتك. حتى لا تريد أن تعترف بإنسانيتي وأن هناك نقطة اتفاق يمكن أن نعمل من أجل الصالح الإنساني معا فيها؟ نعم. إذا ماذا يكون موقفي؟ هذا شخص جدا جدا متعنت وخرج عن كل الأطر العقلانية والمعقولة. إذن ماذا أمر محمد عليه الصلاة والسلام ومن بعده كل مسلم أن يفعل في مثل هذه الحالة العصيبة وهذه الحالة النادرة جدا من التعامل مع أشخاص مغلقين أحيانا لا يريدون أن يتفقوا معك ولا في حتى نقطة الإنسانية؟ ماذا تفعل معهم؟ لا تقل لهم أنتم مخطئون، قل لهم إذا اشهد بأني مسلم،
إذا اشهد بأني أريد أن أعمل للصالح العام، إذا اشهد علي بأنني أريد أن تكون المصلحة العامة هي العليا. لماذا هذا الأمر؟ هذه الشهادة وهذا الموقف أيها الكرام سوف يفعل فعله مع تطاول الزمن، وفي كل موقف يعيشه هذا الشخص المختلف عني سوف تثبت له الأيام بأن الصالح العام هو الذي ينبغي أن يعمل كل العقلاء من أجله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صباح الخير.